مرة من جديد رح ننتقل نحن وياكم عند الشيف علي مع ورشة ملح وهالمرة مع المهلبية. أحبائي المهلبية اللي رح نعملها اليوم هي المهلبية بالكرز، وفينا كمان حنعملها مع الشوكولا. مثل المهلبية اللي عادة نحن بنسوي بلاد نفس الشيء، ما تغير شيء. حاطين على النار لتر من الحليب، حاطين معه 100 جرام من السكر. عندي هون من اللتر الحليب اللي حطيناه على النار اخذنا منهم تقريبا شي كباية، لحتى حطينا بقلبهم النشا. قبل ما يغلي الحليب بشوي بننزل النشا بقلبهم بهذا الشكل، لحتى النشا يبلش يفوت بالحليب ويمزج بقلبه، وما يكون عندي اذا حطينا النشا بالاخير بيكون الحليب عندي دغري بكبتل. مفروض من مجرد ما لقينا ان احنا الحليب صار دافي بننزل بقلبه النشا، لكن مثل ما قلنا لتر من الحليب 80 جرام من النشا و100 جرام من السكر، بنحطهم على النار لحتى ننطر عليهم شوي صغير لحتى هيك يغلوا. كمان نحن حاطينهم على النار يعني بهالوقت نحن بنحط معهم شوي صغيره من المسكي، رشه صغيره من المسكي. اذا مثل ما بتلاحظوا هيك الحليب هيك بلش يشدوا على بعضهم وياخذوا بعضهم. هون نحن السر بالمهلبيه لحتى تطلع عنا طيبه، النشا مفروض ما ينحط هو الحليب سخن، يعني مفروض مجرد ما يدفى الحليب بننزل معه النشا وبنضل نحرك لحتى ياخذوا بعضهم وطعمه النشا القويه بتروح بقلب الحليب. خلينا لكن مشاهدينا نشوف المقادير رح تطلع عنا على الشاشه. مثل ما عم نشوف لكم مشاهدينا لتر من الحليب 75 جرام من النشا، وعندنا كمان رشه صغيره من المسكي والميزهر و100 جرام من السكر. هلا عندي هون نحط لهم شوي صغيره كمان من الميزهر، اكيد ما ننسى بدنا 100 جرام من القشطه لحتى نزين فيهم، وعندنا الفستق الحلبي وزهر الليمون او الكراز او الفريز حسب ما نحن بنحب. هلا هون حقوي النار شوي صغيره، اذا لاحظتوا المهلبيه عندي هون بلشت تشد وبلشت تغلي. راح ناخذ لوشه صغيره. هلا نحن حسب ما عندنا بالبيت فينا نفضيهم بقلبه. عندي انا هون مثل هدول راح افضي بقلبهم المهلبيه بهذا الشكل مثل ما شايفين هيك، بنفضيهم بقلبهم ولا ننطرهم اكيد لحتى يبردوا، بنحطهم بالفريزر. انا حاطط شوي صغيره بالفريزر، راح نجيبهم سوا ونزينهم. بهذه الطريقه مشاهدينا بس يشدوا المهلبيه تطلع عندي جامده، بشيلها انا بهذا الشكل وبنحطها بالقالب مثل ما عم نشوف هيك. لاحظين كيف شدت، بس نحطها بالبراد. بدنا نحاول قد ما فينا اكثر وقت نخليها بالبراد بتشد معنا اكثر. بهيدا الشكل هيك عم نحطهم. هلا عندي هون القشطه، رح ناخذ شوي صغيره بنحطها عليها من فوق. اكيد هذه القشطه خلطينها مع شوي صغيره من صوص الشوكولا تعطيني هذا اللون البني، تعطيني كمان طعمه طيب. مثل ما عم نشوف بهذا الشكل هيك صاروا حلوين. عندي كمان الفريز او الكرز او شو ما حابب انا عندي بحطهم بهذا الشكل هيك، اكيد الكرزات بكونوا مغسلين وحلوين. عندي كمان شقفه صغيره من الكيوي منقطعه بهذا الشكل، ناخذ شقفات الصغار ونقصها بهذا الشكل. فينا كمان اذا حابين الفريز نخليها بالعوده تبعيتها كمان ما في مشكله، بنحط الكيوي فينا نحطها حد منا هون تعطينا شكل حلو هيك، وفينا نحط عليها من فوق. هيدي هي المهلبيه تبعيتنا
جربوها، أنا بنصحكم فيها، ألف صحتين بلي غدا. ميرسي لك، بتجنن منظرها. هلا بعد شوي رح نجي نبلش ندوق، لأنه كمان مرة أكيد مع ختام عالم الصباح رح نرجع ننتقل لعندك، إنما هلا كرابيج وعيون المها هن كمان جزء من كل الوصفات يلي اليوم رح تترافقوا فيها مع الشيف علي مع ورشة ملح. عودة لكم مشاهدينا، الوصفة اللي بنحضرها لليوم هي عيون المها. مش معروفة عندنا كتير بلبنان، ولكن بالدول الخليجية معروفة كتير باسم عيون المها. عندي هون عم بلش فيها هلا 750 جرام من الطحين، وعندي كمان 250 جرام من السميد. راح احطهم هون بالمكنة. اجمالا هيدي الوصفة كلها بتعتمد على الخفق على المكنة، ما بنقدر نشتغلها بالايد لانه بدها تاخذ معنا شوية وقت، يعني بتتعبنا شوي اكثر. كمان عندي هون 500 جرام من الزبدة، اكيد الزبدة بدها تكون من حرارة الغرفة. بننزلها فوق. كمان عندي هون من البيكنج باودر، بنحط لهم كمان شوية صغيرة تقريبا 10 جرامات او معلقة صغيرة، بنحطهم فوقهم. وعندي كمان بدنا ناخد 250 جرام من سكر البودرة. مثل ما عم نشوف حطينا السميد، حطينا الطحين، وهلا عم نحط سكر البودرة. هيدي الوصفة الوحيدة اللي تقريبا ما بتاخد معنا مي، يعني بكل الوصفات تقريبا بتدخل معنا المي، هيدي الوصفة الوحيدة اللي ما بفوت على قلبها مي. مثل ما شفنا حطينا الطحين والسميد والبيكنج باودر والزبدة، كمان عندي شوي صغيرة من الفانيليا. بندور المكنة. بنخليها هيك شوي تخفق على مهلها على الخفيف، اكيد لانه الزبدة جامدة شوي عم تطلع معنا شوي لبرا. هلا هي مجرد ما تاخذ بعضها بتصير عجينه وحده هيك متماسكه. خليها على مهلها. عندي انا هون بهذا الوقت الصينيه تاعتها بحضرها. عندي كمان بيض، حناخد بيضتين مثل ما هن ونحطهم. بنحطهم فوق. هلا عندي هون الوصفة عم تاخد بعضها، لحتى بدها تكمش بدها تاخد شوية وقت، ممكن تاخد معنا تقريبا شي دقيقة. نتركها على مهلها لحتى الزبدة كل ما كانت جامدة كل ما بتاخد معنا شوية وقت أكثر. بس بتاخد المكنة بتدوب الزبدة وبتاخد العجينة بعضها وبتصير متماسكة. بنحضر نحن القطر تبعولها. القطر هو اللي نحن بدنا نستعمله لها، هو كبايتين من السكر وكباية من المي. مثل ما شايفين نحن هون حاطينهم على النار وعم يغلوا. مثل ما عم شوف عندي هون الوصفة اخذت بعضها. هلا حتى اذا بدي طريها نزل عليها البيض اول شيء شوي شوي، بيضة بيضة مثل ما عم نشوف هيك. تاخذ بعضها شوي، كل شوي صغيره بننزل شوي من البيض لحتى ما تفرط معنا. بدنا ننزل البيض اكيد شوي شوي، كل ما تمشي بننزلهم. شوف العجينه كيف صارت معنا هيك جامده، ما بدها بقى بيض. ناخذ قسم من العجين حطه حد مني على الطاولة.
كان مثل ما قلنا مشاهدينا طحين وسميد سكر بودرة أكيد شوي صغيرة من البيض بتصير عندي هيدي العجينة صارت جاهزة. باخد شوي صغيرة هالعجينة بقربه لحد هيك بمسك العجين بصير بدي اقطعهم لقطع صغيرة بهذا الشكل بجمعهم حد مني لحتى ناخد العدد اللي بدنا اياه. اكيد هون رح ناخد شوية وقت لانه نحن عم نحضر العجين نعملها بهذا الشكل بنحطها هون. عادة هذه العجينة فينا نسويها قبل بوقت وفينا نحطها بالبراد ممكن تقعد معنا تقريبا شيء 4-5 أيام ما بيأثر عليها. فينا إذا حطيناها بالفريزر كمان بتضاين فترة شهر أو شهرين ما بيأثر كل ما كان بالفريزر ما بيأثر عليها. كمان بهذا الوقت مشاهدينا رح نشوف الوصفة على الشاشة رح تطلع قدامنا أي دواء إذا بتريدوا. لكن مثل ما عم نشوف 750 جرام من الطحين وعندنا انت عم بتشوفون هلا على الشاشه بالكبايه انا عم قول انتم ايدوهم بالكبايه انا عم اقول لكم اياهم بالجرام. 750 جرام من الطحين 250 جرام من السميد 500 جرام من السمنه وعندي كمان 250 جرام من السكر معلقه صغيره خميره ومعلقه صغيره فانيليا سوري بيكنج باودر مش فانيليا مش خميرة. كمان بدنا نقلهم لحتى نطري العجينة بدنا مثل ما قلنا بيضتين مثل ما هني كاملين بنحطهم بكاسة وبننزلهم شوي شوي لحتى تاخذ العجينة الطراوي تبعيتها ونصير نقدر نشتغل فيها. بسكر كمان بشغلة انه الزبدة اللي بدنا نستعملها لازم تكون من حرارة الغرفة ما لازم تكون محطوطة بقلب البراد. مثل ما قلنا لكن هيدي العجينة عم نسويها بهذا الشكل شكل الأصابع. أكيد بدها تفوت على الفرن وبعد بده ينشغل عليها. هذا الشكل اللي عم نشوفه كتير حلو قريبة من وصفة اللي عملناها قبل شوي للبرازي بس ولكن البرازي كان مثل ما حكينا قبل شوي اللي عملناها كان في بقلبها مي هيدي ما في بقلبها أبدا مي. عشان هيك انا عم بقول فينا نخليها بالبراد 4 أيام اذا بدنا نستعمل العجينه واذا بدنا كمان فينا نحطها بالفريزر قبل بساعه بساعتين بنشيلها وبنستعملها للوصفه اللي نحن عم نعملها. هلا بعد ما نحن نجمعهم هيك مثل ما عم نشوف بنجيب سكين صغيره ونبلش نشقهم شوي لانه بس تفوت على الفرن بصير بتفتح معنا وبتعطي الشكل شكل العين يعني. او فينا هلا كمان فينا نعمل شكل تاني فيهم كمان. بدي اذكر كمان هيدي الوصفه بنحط لها بعد ما تطلع من الفرن بنكون نحن مجهزين القطر، القطر اللي هو عاده كبايتين من السكر وكبايه واحده من المي، ما بنحط له ابدا لا حامض الليمون ولا عصير الحامض لانه مفروض هي بس نحطها على الوصفه تبعيتنا. هذا القطر مفروض يرجع يسكر يعطي مثل شويه سكر مش مفروض يضل سائل. كان مثل ما عم نشوف هذا الشكل اللي عم يطلع عندي هو عيون المها. من الوصفات اللي كتير انا بحبها وصفات جديدة بالنسبة للبنان. هلا من بعد ما عملناهم نحن هذا الشكل حجيب سكينة انا صغيرة بنشقها من هون هيك شوي صغيرة بهذا الشكل
مثل ما عم نشوف نحن بهذه الطريقة. بنحطهم بالفرن بدهم وقت تقريبا شي 10 دقائق على درجة حرارة 250 أو 280، مش أكثر من هيك. فينا كمان نعملهم طبيط، إذا عملناهم طبيط بهذا الشكل بصير بدنا نحط لهم فستق حلبي معه. هذا القطر اللي عم نشوفه هلا، هذا القطر لعيون المها، بعد ما تطلع من الفرن مثل ما حكينا بدنا نحط لهم قطر. هو القطر العيار مثل ما حكينا قبل شوي، كبايتين من السكر، كبايه وحده من القطر من المي. هلا من بعد ما عملنا الاشكال اللي احنا بدنا اياهم، رح نعمل بعد صف واحد ونرجع بنحط لهم البيض، بندهن كمان مدهانه شوي صغيره بالبيض وبنحطهم بالفرن. بهذا الشكل اللي احنا عملناه، عندي هون البيض رح ندهنهم شوي صغيره. هلا بس ندهنهم نحن بالبيض، هذا البيض بيعطينا لون كتير حلو بس تفوت بالفرن، بتعطينا هيك لون على على بني، وبتعطي لون حتى بعد ما نشيلها من الفرن بتحسها بطلت تنشف، يعني بطلت مثل عجينة البسكوت او بطلت مثل عجينة تانية، بتعطيها شكل كتير حلو. فينا كمان ندهنها بشوية قطر، بس انا بفضل البيض لانه البيض بيعطيها كمان نكهة كتير طيبة وكتير بيعطي رونق لها بشكل كتير حلو. مثل ما عم نشوف نحن جهزنا العجينة مثل ما حكينا، اللي هي من الطحين والسميد والسكر وزبدة، وما دخلنا لها أبدا شيء من المي. حنحطهم هلا بالفرن، بس خليني نرجع شق هدول شوي. فينا نشكهم بهذا الشكل هيك مثل اكس، بيعطينا كمان شكل حلو. هي العجينة هلا بس تفوت على الفرن بترجع بتفتح وبترجع بتكبر شوي، لانه اكيد نحن حاطين بقلبها البيكنج باودر. اوكي، حنحطهم هلا بالفرن. بدنا ننتبه لشغله صغيره، نحن حطيناهم بالفرن، عادة نحن الافران اللي بنستعملها بتكون الحرارة فوق وتحت، بالبيوت بتكون عندي الحرارة بتعطيني من تحت أو من فوق، أنا حطيتهم من تحت، كنت محمل الفرن أول شيء شوي صغيرة من تحت، بس حطيتهم بالفرن، هلا بطفي تحت وبولع من فوق وبنزلهم للآخر لآخر درجة، يعني مشان ما ياخذوا لون بسرعة. هلا بدهم بالفرن تقريبا شي 10 دقائق، حناخذ بريك وبنرجع لحتى نحضر نحن وياكم الكربيج والناطف طولنا. مع عيون المها يلي بعد بدهم تقريبا 5 دقائق بس بالفرن، رح نتابع محطتنا مع ورشه ملح وشيف علي. مضبوط انا عيرت؟ مضبوط. قلت لنا 10 دقائق، حسبت انه صار لازم يكون مارق 5 اكيد. بعد بدنا شوي، بعد بده شوي صغيره بالفرن. لكن احبائي بعد ما عملنا وصفه عيون المها حنبلش نحن بالكرابيج. عندي الناطف هون حطينا كبايه وحده من شرش الحلاوه بقلبها مع 3 زلالات بيض، وانا حطيتهم قبل لانه مشان بدهم ياخذوا وقت بالمكنه مشان ما نطول كثير وصوت المكنه بيكون عالي. حدورها انا شوي وننتقل لهونيك لنبلش بالكرابيج. على عالي اعلى سرعه حتى ياخذوا بعضهم. اوكي، عندي هون السميد، رح احط كيلو من السميد مثل ما عم نشوف، كيلو سميد. اوكي، عندي كمان 100 جرام من السكر، فيني استعمل سكر عادي فيني استعمل سكر بودره. 100 جرام من السكر، مش كثير سكر منيح؟ لا منيح. وعندي كمان بدي اخذ لكل كيلو 400 جرام من السمنه.
ويلي اليوم شو استعملنا سمنة. هلا هي هالكمية السمنة اللي حطيناها منا كثير للكيلو، لأنه يعني عادة أنت عم تشوف السمنة بس نحن رح ناكل هالكمية، يعني ناكل منه كلهم حبة أو كل حبتين. كلها حبة حبتين مضبوط. أه عندي كمان هون الخميرة رح أحطهم كلهم. عندي شوي صغيرة من المحلب بنحط شوي صغيرة كمان، وعندي كمان رشة صغيرة من الفانيليا. رح نخلطهم هون مع بعضهم بهذا الشكل لحتى العجينة كلها تتغلغل بقلب السمنة. ساعتها بنحط لهم حليب، فينا نستعمل حليب السائل. انا عم استعمل بدي استعمل هلا حليب السائل، فينا استعمل حليب البودرة. اوكي، وبعدين اذا بدنا نطريها بنحط شوي مي وهيك يعني مزبوط. او كيف؟ هلا هون مثل ما شايفين العجينة اخذت بعضها، رح انتقل شوي صغيرة لهونيك لحتى ننهي الوصفة تبعتنا. اوكي هون لكم مشاهدينا، مثل ما حطينا مثل ما قلت لكم حطيت كباية صغيرة من مية شرشة الحلاوة، وعندي ثلاث زلالات بيض وشوي صغيرة من الفانيلا. هلا بعد ما خفقوا طلعت شوي الناطق، بيطلع الناطق بيصير ابيض، بننزل فوقه القطر. رح احط شوي صغيرة من القطر. خليهم دقيقة واحدة ياخذوا بعضهم بيصيروا عندي بهذا الشكل. هلا حنشوفهم. شفتوا كيف مسكوا؟ بصيروا عندي بهذا الشكل. حنخليهم هيك شوي صغيرين، ننتقل لعندي لهون. حطينا مثل ما قلنا كيلو من السميد، 100 جرام من السكر، وحطينا 400 جرام من السمنه. هلا هون انا بما انه نحن هلا الدنيا صيفيه وصار وقت شوب، الحليب انا حاطه بالبراد. افضل اكيد. افضل. حتى بالشتاء يعني واحد يخلي الحليب بالبراد. مش بس هيك، كمان حتى السمنه. السمنة إذا كانت عندي برات البراد بدد ما فيني استعملها للمعمول، السمنة تكون بالبراد بتكون كثير جامدة بتعذب. جامدة صحيح. ححط 350 ملي من الحليب. وبنخلطهم، بصير عندي الوصفة جاهزة للحشي. عندي الفستق الحلبي اللي تبعولهم حطينا نحن. هولي هون اللي حضرنا. هيدول هن. نص كيلو من الفستق الحلبي، 200 جرام من السكر، بنخلطهم مع بعضهم مع شوي صغيره من القطر وشوي صغيره موارد. موارد اذا عم نستعمل فستق. لكن العجينه عندي صارت هون جاهزه. بتجنن. شفتي ما احلى. هلا بننطر عليها بدها دقيقه بس لحتى تاخذ بعضها على بعضها. ننتقل هون نطلع على عيون المهب، صاروا بالفرن بدهم شوي. انا ناطر عيون المها يعني بفارغ الصبر. طيب نيجي لعندي لهون، هيدي العجينه صارت شاده شوي، بنحط فستق بقلبها بهذا الشكل. اه بس هيك. بس هيك بهيدي الطريقه، شد عليها شوي صغيره، نعملها بشكل اصابع. هلا كل ما نطرنا عليها نحن وقت كل ما افضل، كل ما بتشد العجينه اكثر. بس هو نحن مو معنا وقت كثير، ها دغري نبلش فيها. حطهم بهذا الشكل. قديش قريبه هاي العجينه على عجينه المعمول يعني؟ يعني تقريبا نفس الفكرة. العجينه نفس العجينه، بس ولكن هذيك بدها نستعمل السميد الناعم اكثر، فينا نستعمل معه الطحين. مثل ما لاحظتي هيك عم نحطهم، شكلهم كثير صار حلو. بنطولها بايدنا بهذا الشكل. كمان هدول من بعد ما نسويهم بدنا ننطر عليهم شي ربع ساعة لحتى نحطهم بالفرن. يتركهم يرتاحوا. ايه من بعد ما نحن بنعملهم. ايه نتركهم تقريبا ربع ساعة لحتى. كمان. ايه اكيد، لانه العجينة
بترجع بترتاح. السميد بده يشرب مي والسميد بده يختمر. اوكي. يعني حتى بتاخذ معنا لون كثير حلو بالفرن. ما في ان ننطرها دغري قبل ما نشتغل ولا لا كمان بدها ترتاح من بعد؟ هلا بعد ما بلا، هلا شفتي لاحظتي بعد ما هي طريه بده ينطر عليها دقيقه لحتى تشرب، هلا بعد شوي ببين معنا اكثر كيف بتكون شدت اكثر. بتكون شدت اكثر، بكون شربت المي، لانه هذا سميد، في سميد خشن بده وقت شوي صغير لحتى يشرب. لحتى يشرب. احنا لانه على السريع، هلا على السريع مشان حتى نقدر نلحق نعمل وصفات كلها. مزبوط، بعد ما بلشنا نزين ولا شيء. ايه بدنا نزين بعد هون. اوكي، بدك اياهم كثير محمرين؟ ايه بدهم ياخذوا لون، بدهم بعد شوي. ايه بنخليهم، كنا احنا خلصنا هيدي الصينيه. لكن مثل ما حكينا المعمول اللي عم يساوي الكرابيج، المقادير تبعيته اللي هي كيلو من السميد، 100 جرام من سكر البودره او سكر العادي الخشن. نفس الكميه اذا قلنا بودره او خشن؟ ايه نفس الكميه، ما بياثر. ما بياثر. وعندنا 400 جرام من السمنه، اذا لاحظت هيك هلا العجينه صارت اسرع معي، كانت تشد اكثر. كمان المقادير تاعت الناطف اللي سويناه نحن هي كبايه وحده من مي شرشي الحلاوه وثلاث زلالات من البيض وشوي صغيره من الفانيليا. بدنا ننتبه لشغله كثير مهمه بالناطف اللي نحن اللي عم نسويه، في حال كانت الزلال نزل معه شوي صغيره، شوفي نقطه صغيره من الصفار بفصل. اف يعني لازم الزلال بس يكون في زلال بس، ولازم تكون المكنه كمان ما في بقلبها ولا اي شيء سمنه ولا اي شيء زبده ولا اي شيء زيت، يعني نقطه كمان بينتزع بينتزعوا. طب بدك نصبهم بجاط ولا ما نخليهم بالمكنه؟ لا حنخليه هلا من دغري بنصبهم بجاط، بس نخلص بعد نعمل اربع حبات من هدول. يلا عم نشوف لكم مشاهدينا المقادير تاعت الكرابيج قدامنا. كيلو من السميد، 100 جرام من السكر البودرة أو العادي، 400 جرام من السمنة، وكمان مي 350 ملي. الحليب إذا بدنا نستعمله، يعني مثل ما قلت أنا، فينا نستعمل الحليب السائل، فينا نستعمل الحليب البودرة. إذا استعملنا حليب السائل بيجي 350 ملي من الحليب السائل، ما بنحط أبدا حليب. ما بنحط أبدا ساعتها مي. ساعتها إيه حليب بودرة أبدا ما بنحط. لكن مثل ما عم نشوف هون حنعليهم شوي صغيرة لفوق لياخذوا لون اكثر، بدهم تقريبا دقيقتين بيكونوا جاهزين. عظيم، نكون نحن هون خلصنا وبلشنا خلصنا هيدي الكرابيج. رح نعمل بعد حبه وحده لحتى تكمل معنا الصينيه. اوكي، لكن هدول الكرابيج رح نتركهم نحن ربع ساعه اكيد وبنرجع بنخبزهم. قد ايه بدهم وقت بالفرن؟ بدهم وقت بالفرن على درجة حرارة 300، يعني كل ما يكون الفرن حامي كل ما أحسن، بيطلعوا معنا بهذا الشكل. ننطرهم حتى يحمروا كلهم. ايه أكيد، مثل ما شفتيهم هيك شكلهم كثير حلو. هلا شو حنعمل؟ حنسكبهم. أكيد. عندي أنا هذا الصحن الحلو. بدنا نسكبهم وناكلهم وشو بدك؟ بهذا الشكل هيك. يلا هيك بفعلك. لاحظتي لونهم كيف طالع هيك حلو. فينا كمان نحط نعبي هاي. يا ليكي الناطف عندها كيف ماسك هيك. بهذا الشكل نحط هيدي هون بالنص، فينا نعمل هيك ونغطيها. اوكي. واكيد بدنا نزينها بفستق الحلبي وزهر الليمون. هون فوق ولا هون؟ لا تحت. فوق فوق. هيدا فينا نحط شوي صغيره من الزهر. عندي كمان هون شوي صغيره فستق من الفستق الحلبي، بنحطهم بهذا الشكل. اكيد وبنقدمهم. ميرسي. صحتين. هلا صار فيك.
طيب هلا صار في عندي هون العيون بعد بدهم شوي صغيره ياخذوا شويه لون اكثر. رح اقوي النار شوي صغيره بهالوقت. هيدا نرجع نحن بنذكر بالمقادير اللي عملناه هون. عملنا اول شيء نحن البرازه، برازه اللي هون. عملنا كمان المهلبيه، حطيناها لتر من الحليب و100 جرام من السكر و80 جرام من النشا. حطيناهم على النار شدوا، حطيناهم بالفريزر، رجعنا زينناهم بالصوص الشوكولا مثل ما عم نشوف، بالفريز بالكرز بالكيوي كيف ما نحن بدنا منزينهم. كمان عملنا عيون المها اللي هي مثل ما شفناها قبل شوي كمان، وحطيناها بالفرن اللي هي كانت عجينتها 750 جرام من الطحين، 250 جرام من السميد، و500 جرام من الزبده. خلطناهم مع بعضهم، اكيد حطينا معهم شوي صغيره من البيكنج باودر وشوي صغيره من الفانيلا. خلطناهم ورجعنا نزلنا معهم البيض، اخذوا معنا بيضتين، قطعناهم هيك بشكل كثير حلو، حطيناهم بالفرن. نحن هون قربنا ايه؟ بدهم يعني بدهم بعد 30 ثانية اقل شوي صغيرة بهالوقت. احنا فينا نشيلهم، فينا نشيلهم يعني معلش لانه مشان الوقت ما يركض بدنا قبل ما نكون خلصنا ونشوفهم على الاخر. المفروض هن يكون لونهم بعد نتفي اكثر شوي صغيرة. لاحظت اللون اللي انا حكيت عنه هو اللون الغامق. هلا شو بنعمل نحن؟ دغري بناخذ قطر نرش عليهم. بيشربوا منيح؟ بيشربوا شوي صغير.